وصل في سنة من السنين إحصائية من إحصائيات كان بيعملها مركز تبع الإذاعة والتلفزيون يعني ل 45 مليون مشاهد. ده رقم قياسي على عمل غريب إن يجيب يعني الصغيرين والكبار. الحمد يعني أنا هقول لك حاجة، الريتنج أنا مش هروح مش هكون بعيد. اتفضل. آخر بكار بعد ما توفت شريف عمل بكار مظبوط؟ مظبوط. واتزع من سنتين؟ بالظبط 15 و16. 16 أنا فاكر كان بيجي لي الريتنج بتاع إحدى شركات البحوث التسويق. مظبوط. نمبر 1 حاجة، نمبر 2 بكار. أيوه. يعني وكان بيتشاف وكان ده في التلفزيون المصري، بيتشاف في التلفزيون المصري في قناة تانية أظن كان في النهار. كان في النهار أيوه صح. فمعناها إن هو إحنا الريتنج يعني الحمد لله. احنا نقول علشان هو ده معلن للناس، هو كان برنامج رامز جلال بالظبط، مسلسل عادل امام بكار صح مظبوط. فدي كانت درجه انه رفع الريت بتاع القناه اللي عرضته، القناه نفسها اتحطت في البستان الريتنج اهو. كان الثالث والرابع تقريبا اهو، ثالث والرابع، لان على الاولى هو كل يوم بتتغير. بس طبعا ده مؤشر عارف معناه ايه، اصل مش معناه اصل الريتنج ده مش بيتعمل على الصغيرين بالظبط، ده بيتعمل الو طبعًا. بتشوف بالزبط. ايه بشوف بالزبط. بكار كبار طبعا. تفتكر ليه النجاح المستمر ده 10 سنين اكتر؟ احنا دخلنا كده في تقريبا 21 سنه. هقول لحضرتك، هو طبعا الواحد لما بيلاقي النجاح الرهيب ده بتبقى مسؤوليه كبيره على الكل، على كل الفريق، من اول الفكره بتاعت الحلقه او فكره الحلقات نفسها والمعالجه بتاعتها لغايه ما بنسلم الشغل. دي مسؤوليه على الكل، وكل لما بيبقى عارف قيمه البروجكت اللي هو شغال فيه واسمه عليه فلازم بيبقى بيحط خطوه يطور بيها من البروجكت ويطور بيها من نفسه، والناس تشوف فيجن مختلف وحاجه احسن وحاجه اجدد. وحاولنا دايما بكل الطرق نستخدم احدث حاجه. اتغير يا شريف.